الصحة العالمية تتزف خبرا سارا بشأن كورونا. قالت منظمة الصحة العالمية إن الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا تراجعت للأسبوع الثالث على التوالي، وهو اتجاه ساعد في تقليل مستويات المراقبة والاختبارات. وذكرت الصحة العالمية في أحدث التقارير الأسبوعي لها عن جائحة كورونا إن أكثر من 7 ملايين حالة جديدة تم الإبلاغ عنها، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 24% مقارنة بالأسبوع السابق بحسب ما أوردت مصادرنا. وانخفض العدد الأسبوعي لوفيات كورونا في جميع أنحاء العالم بنسبة 18% ليصل إلى أكثر من 22 ألف حالة. وقالت الصحة العالمية إن هذه الانخفاضات يجب تفسيرها بحذر، لأن الكثير من الدول التي شهدت انحسارا في تفشي الفيروس غيرت استراتيجيات الاختبار الخاصة بها، وهو ما يعني الكشف عن عدد أقل بكثير من الحالات.